بعد كده تعمل خطوات الهجوم عليها. بص بال 5000 ده بص تقعد تمشي في ريجي دي على وشي حبيبي. يا احلى يابا الاسطوره. شايفين اخوات لما يجي بس سحب معاك مترتب تعرف تلعبه، بس لما تيجي معاك الدنيا فالدنيا بتبقى باظت. مساء الخير وصباح الخير اعزائي المشاهدين، حسابكم شنو فينا ان شاء الله اخواتي. هنلعب مع بعض اللعبة يوغيو مستر دول اخواتي. النهارده نكمل تختيم في سلسله يوغيو مستر دول، ودخلنا على الجزء المخطوط ده. دي طبعا هشرح لنا القصه بتاعت الورق والحوارات بتاعتهم يعني. تمام اخواتي، بس هو الحمد لله يعني ضفنا ميزه صغيره سكيب بس على الله بس يشتغل خلاص. ربيتك والله العظيم يا عم سكيب خلاص حبيبي حبيبي، مش عاوز اعرف منه قصه. ده لسه كمان في مرحله باردي للتعلم. ايه ده بقى؟ شفنا ورقه الحشره دي مش لازم. ايوه حبيبي مرحله التعلم بلاش اي 30 لازمه بس شغاله يعني، لازم اجباري ناخدوها ان شاء الله. يا مدير يا ابني اخلص يا ابني حبيبي. ولا 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 تم اخواتي. شايفين الورقه هنكسبها؟ تم اخواتي. لا حاجه فرز الزرع فخام واقف هو ده. ولا هو هيلعب الاول يعني؟ تمام مدير انا العب مزاجي يعني، ولا هو يقول لي نعمل ايه؟ شايفين هو يقول لي اعمل ايه. ماشي خلاص تم اخواتي. شغل الورقه دي نقاطها صفر، ايه فايده امها ما اعرفش انا. تمام تشغل اخواتي برضو قوه الوحش دي. ولا ايه ده ما يندمج ولا؟ تمام 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 اخواتي تمام يا مدير. في دمج اخواتي هيحصل لوقتي دي على وش تعرف النص مش انت تبقى الفخامه. الله عليك فين 600؟ والله يا باشا واصل. يس ولا اديله على وشه ولا ولا تعال انت. اوكي تمام اخواتي فعل ورقة الفخ دي. تمام اذا بتعالى طب هنا. تمام اخواتي تمام نهجم. تمام اخواتي نزود على دياني ولا مش فاهم انا برضه. تمام اذا ولا ماشي كويس نتحول على حالة الدفاع. انا قلت يعني ايه ده خلاص يا حبيبي خلاص انا عارف نهجم. والله حبيبي كسرنا راسه ديله كسر راسه تاني. اسد يا حبيبي اسد والله برنس يا ابني. تمام يا اخوان هو بصراحة تعليمه حلو يا عم خلينا نفوز بس بيبقى ممل حبيبي. نبدا نخش اهو بقى على اللعب يا باشا اللي هيظبط الاداء. فين مجموعة اثنين يا ابني؟ عاوزين المجموعة بتاعتنا يا ابني. لا مش دي مش من هنا ولا. تمام يا اخواتي تريبل جين شكلها متغيرة يا عم خلاص حبيبي. لا شايفين الكواليتي كده اتغيرت رجعتني مجموعة تريبل جين. ونخش مع بعضيني عشان ندعكة. تمام اخواتي هنكسر وشه. تمام اخواتي فجعة اللاعبين ولا وريني يا ابني حبيبي حبيبي. انا الاول ماشي حبيبي اسد يا ابني اسد يا ابني. نزل اخواتي الوحش دي. تمام اخواتي ونزل ورقة الفخ دي مقلوبة ونن ندور على كده. لا لا عاوز بس اخواتي يجيني الكومبو، بس لو جاني الكومبو بتاعت ريبل جين هنزلهم والله. ولا 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 خرب بيتك يا ابني. تاني نقطة مرة واحدة
وريني الساحة بتكون كويسة يا ماما، انت ساحة بتكون كويسة. خرب بيتك والله ما عارف انا، بص نديها ضربة مرة واحدة ولا لا، نخليها ممكن احتاج 1600 دي. وريني ده كم قدرتها، ولاش لازم حاجات دي، راجع وخد على طول. خد في وشك انا، خد في وشك انا. لا لا ولا 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 لا ولا ولا، يخرب بيتك حبيبي. ماشي انا عارف ربيك، اتقل عليه بس. لا منه دور يا اخوات، شفتوا اخواتي حول نفسه ولا ادي الدفاع على طول يابا. ولا ولا ولا، يخرب بيتك حبيبي، ده يجمد. الله عليك 2600 مرة واحدة. ماشي يا حبيبي، شغل اخواتي الورقة دي. اصبر يا باشا، ده انا اوريك اتقل بس يا جدعان، بس انا عاوز الساحة تكون كويسة يا جدع. تمام يخرب بيتك يابا، جابنا كده معيش ولا ورقة ولا ساحب كويس ولا اي حاجة يا اخي. والله العظيم حرام يا اخي، ده سحب حرام والله العظيم. ربنا نوديهم دول المقبرة او رجعهم، نروح المقبرة والله العظيم. تمام روحي بالسلامة، خلاص يا حبيبتي روحي. ده برضه عاوزين ندمره، يخرب بيتك قوته 3000. ولا 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 جرأت. شغل اخوات ورقة فخذي، تمام لا ما فيش غير الوحوش اصلا، تمام فندمر الوحوش احسن حبيبي اصلا. ونزل دي مش فيش غيرها بصراحة، نبدأ نهجم عليها، دير على وش ننهي دور اخوات. يا جدعان عاوزين سحبة كومبي يا جدعان، عاوزين نعمل كده نولع الملعب. خرب بيتك عاوزين ترابل جين اي حوار يا صاحبي، خرب بيتك تستاهل والله. سامت نقطة خسرت بحث، يا جدعان حرام والله، والله حرام. فعل قدرة اخواتي، تمام يا مدير. فعل قدرة البيت، حبيبي تعالوا تعال انت بقى 1600 حلو شغال برضه. تم خد نعدل ده بس، ممكن نقدر نستدعي لحد كام لينك 3. نزل اخواتي المستوى دي تمام، عشان نزل اخواتي ب 5300 لو تفتكروه. تعال يا مدير، تعال يا مدير، تبدا اخواتي تغير موازين اللعبه. نشغل اخواتي قدرة البيت، نشغل قدرة دي حبيبي. اصبر ده انا عربيك يا حبيبي، اتقل بس علي. الله لا دي خليها، دي خليها مش عاوزي. خرب بيتك يابا، تمام ودنا نرمي اخواتي النيرفن دي ولا خلاص روح. تمام تمام يا اخواتي، بديت كده تحلى معاني. بص 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 الحتة اللي جاية دي، نضحي بالبنوتي اخيرا بديت تتعدل اخواتي معاني. خلاص مدحنا بيها، كمل يا ابني الكومبو. ايه ده يا ابني انت رحت فين يا ابني؟ طب ايه الدنيا كده؟ نهجم يعني ولا مش فاهم انا؟ طب اخواتي ستي بس اصبروا كده عليا، ان شاء الله برضه نحاول ربي نضرب دم دي حبيبي. لا يا عمي ارحمنا يا جدع، يا اخي خرب بيتك والله، دمر الوحشيا يا اخي والله، حسب الله الوكيل.
بدل ما كان في ايدنا احنا الشله وخلاص شلحني. ايوه هيوجهم 500 600 الف مين. اسد يا ابني اسد يا حبيبي اتقل بس هربيك اتقل يا ابني. عاوزين سحبه تكون محترمه يا ابني. اخيرا حاجه محترمه. شغل لي اخواتي الورق الفخ دي. تمام 2 3 مش فاهم انا يعني ايه لازمة ام الورق دي. هاتي تمام تعليق ثاني. تمام فات شغلها مرة تانية. يخرب بيتك ما تشتغلش غير مرة واحدة. يخرب بيتك والله العظيم. تمام ده في قدرة اقدر افعلها مني. تمام يا مدير تمام يا صاحب. ولا 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 تمام جالي دي اخيرا تريبل جين يا اخواتي. نضحي بالبت تمام ونضحي بنيرفن. نضحي بنيرفن نستدعي ده اخواتي ونزله في الملعب ونفعل قدرته. ولا 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 ما ينفعش تفعل قدرته. بص تشغل ورقة الفخ دي حرصا لو في اي نصايب حصلت فيما بعد يعني. نهجم اخواتي اصبر ده انا هربيه. بص لازم اهجم على دي. ما تقوليش على حالة الدفاع يا اخي ما تقوليش على حالة الدفاع. مين دور يا اخوات والله العظيم بقت حاجة تتعب. خرب بيتك. اجمد اخوات. ولا 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 يخرب بيتك برضو انت تاني. ولا ولا دمر الوحش. ماشي اصبر علي بس. الحمد لله احنا نزلنا ورق يا اخواتي. كان زمان كنا واخدين برضه ضربه 2600. تمام اخواتي ندوس يس. نخسر 100 نقطه احسن ما نخسر المبلغ كله. شغل دي اخواتي تمام تمام. اخيرا في ورقه فخمه. لا لا هي دي اسف. تعالي تعالي يخرب بيتك. ايه ده ولا تمام اخواتي. نزل دي نزل ورقة الفخ دي ونستحمل الضربتين اللي جايين برضو. احنا كده في البلوش. تمام شغل اخواتي ورقة الفخ دي. تمام يا مدير طلع اي اربعة. تمام 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 يلا يا ابني. اخيرا نبدا ننزل نرفن اخوات والله. تمام 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 تعال يا مدير اخيرا نزلنا اخوات نرفن كده. تعال يا منير ايش عليك. ونفعل قدرة اخواتي. تعال انت ونفعل قدرة البيت. لا مش محتاج نفعلها بصراحة. بص تعال انت يلا نرفان. هذا يدمر لي ده الابواب ب 2600. ودي المقبره حبيبي والله. خربيتك تستاهل والله. ولا 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 انت بتتهور يا ابني ولا يا ابني تهور يا حبيبي ولا يا حبيبي. نسيس نزل ده اخواتي. نزل ورقة الفخ برضو. فعل قدرة ده اخواتي. طبعا اخواتي نبدا ننزل لي ابو 5200 اخواتي. تمام احنا ننزل بس 3 وحوش دلوقتي. تمام ونوريه بقى شنو هو كيف متفلحص علينا. تعال يا مدير شغل قدرة النرفن برضو.
تشغل قدرة. لا ما تشغلش، ما تشغلهاش شغلات القدرة. بص ندمر دي تمام اخواتي، ومن بعد كده اخواتي نفعل القدرة اللي هني. اهو يا اخواتي ده الفخامة. تعال يا مدير، تعال مكان دي ومكان دي، تعال يا ابن عمي، تعال هني. الله عليك، الله يا ابني، الله على القدرة حبيبي. ونفعل قدرته يا اخواتي تمام. شوف اخوات القوة اللي هتحصل حبيبي يا اسطى والله. ونفعل قدرته تمام. نضحي بدول مش هتفرق يعني، خلاص تمام. تعال ندمر ورقة فخ عشان قلقان مني بصراحة. نفعل قدرته مرة ثانية وندمر ده يا اخوات حبيبي. نقدر نهجم ولا ما نقدرش نهجم؟ يلا سوي الورقة دي المرة اللي جاي. بس كده اخوات حسابات وضعنا، مسحنا له الملعب. هو مش محتاج غير ضرب واحد، ضرب واحد تمام. تعال ابن عم، لا دي مش عاوز افعلك. لو شكرين انت عملت معانا الواجب والله. بس نفعل قدرة دي تمام اخواتي. لا في عندي وحش في المقبرة، ودوه مش محتاجيني. ماسك بس ورق تفخ اللي فوق ندمره عشان بصراحة خايف مني. بعد كده سيب اخواتي نهجم عليها. بص بال 5000 ده، بص تقعد تنشف لي ريقي دي على وشي حبيبي. يا احنا يابا الاسطورة. شايفين اخواتي لما يجي بس السحب معاك مترتب تعرف تلعبه، بس لما تيجي معاك الدنيا ف الدنيا بتبقى باظت. شايفين اخواتي مستوانا هو بيتعادل بيتعلى اخواتي حبيبي. يلا يا حبيبي انجز. والله كسبنا ثلاث ورقات الجداد دول. نقدر نفتح الباب على طول؟ لا ولا لسه نقدر والله حبيبي. فتحنا الباب، دي مش يعتبر خلاص فزنا كده ولا لسه؟ لا لسه لازم نلعبها دي برضه. طبعا اخواتي وكده يكون انتهى فيديو النهارده. يا ريت اخواتي عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس اخواتي. تلعبونا بلايك اخواتي عشان نستمر بالفيديوهات اكتر واكتر. اقعدوا معايا في سلام.